لمخرجات المجلس الوطني وفي سياق استنكار جملة اللغط. يأتي هذا الشكل النضالي استجابة لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد بمراكش، يعني بعد التعاطي اللامسؤول ديال الوزارة يعني اللي خرجت فيه يعني بالحوار، يعني ما عطات شي نتيجة، ما كانش تعاطي يعني مع الملف يعني بالحل ديالو، وإنما تعطات يعني قالت غادي تناقش يعني ملف عفوا النظام ديال الأساسي ديال الأكاديميات، يعني ما كاينش يعني واحد التعاطي ولا واحد الحوار يعني مسؤول وجه. يعني كاين مخرجات أخرى كذلك، يعني كاين من بعد يعني إنزال يعني بالرباط، يعني بعد هذه المسيرة الجهوية، يعني حنا ماشي ناس يعني جينا لهنا باش نبينوا يعني للراي العام اننا ماشي ناس يعني اللي كنرفضوا الحوار، يعني حنا هنا ديال الحوار يعني قابلين به، لكن الوزاره حد الان يعني مازال ما تعاطات يعني بشكل جدي مع هذه القضيه هذه ومع هذا الملف هذا، يعني دائما كتصر علينا اننا يعني نجلسوا معها يعني الطاوله ديال الحوار، لكن انها تناقش يعني اطر النظام ديال الاطر الاكاديميه اللي حنا كنرفضوه يعني جمله وتفصيلا. احنا الان يعني امام منعطفات ومسارات اللي هي ان الدوله المغربية ماضية في سياسة يعني التجاهل، بل أكثر من ذلك، بل أنها تسعى دائما إلى تضليل الرأي العام، وهنا مناشدة لكل المنابر الإعلامية ديال أنها تنقل الأصوات يعني بطريقة اللي هي مهنية، لأن هذه الوضعية هذه الأساتذة راهم كيعانيوا يعني الأمرين جراء مسلسل التضليل وجملة التغليط اللي مشات فيها الوزارة، وكذلك يعني المسؤولين على مستوى الإدارات سواء في الأكاديميات ولا سواء في المديريات. الأساتذة يعانون كل أشكال التضييق ومصادرة حقهم في الإضراب، وذلك بمحاولة يعني ثنيهم وزرع التفرقة في صفوف الأساتذة. إذا نحن نؤكد على أنه لا تنازل عن مطلبنا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وضمن النظام الأساسي لموظفي الوزارة التربية أو وزارة التربية الوطنية. معركتنا لا زالت مستمرة ولن نقبل بأنصاف الحلول، وأننا قادمون للرباط أيام 22 23 24 أبريل متمسكون بحقنا العادل والمشروع في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. ندعو كل مغاربة للتضامن والالتفاف دفاعا عن حق أبنائهم، لأن هذه الأساتذة هم أبناء الشعب المغربي، دفاعا عن أبنائهم في مجانية التعليم كتلاميذ، ودفاعا عن أبنائهم في حقهم في الوظيفة العمومية. فموقف الوزارة من خلال استهتارها بالموضوع حيث غاب الوزير عن الحوار، نحن ننتظر مخرجات الحوار ل 23 مارس، وطبعا أؤكد لن نقبل بأنصف الحلول، وعلى الوزارة أن تستجيب مع مطلبنا المشروع الإدماج أو البلوكاج. La coordination nationale des professeurs contraint à se contracter demande à l'État marocain de gouverner la raison et la logique et de veiller à l'intérêt public en veillant à ce que les enseignants aient leur droit légitime d'accéder à la fonction publique. Tout ce que nous espérons de l'État marocain, c'est de réagir positivement face à notre affaire et d'accélérer le processus de l'intégration. Et en ce qui concerne le temps estudiantin perdu, nous sommes prêts à le rattraper, car ce n'est pas un défi pour nous.